بيلعب. انا ما شفتش مباراه العوده، شفت مباراه الذهاب، لكن عرفت انه سان داونز لعب جيم كبير في مواجهه بيترو اتلتيكو وهو بيلعب ناقص واحد تقريبا المباراه كلها. شفت المواجهتين او تقييمك لمستوى سان داونز؟ هل هو سان داونز اللي ظهر الموسم اللي فات كواحد من القوى العظمى في القاره الافريقيه، ولا سان داونز السنه دي مختلف لا عن سان داونز؟ هو سان داونز هو نفس سان داونز اللي احنا بنتفرج عليه دايما، طريقه اللعب واحده ونفس السيستم داخل الفريق. ماكوين المدرب بيلعب بنفس طريقه اللعب، هو احيانا بيلعب ب 3 4 3 وبتتحول 4 3 3 خارج ملعبه، لكن على ملعبه دايما. ودي اول مباراه النادي الاهلي هيقابل فيها سان داونز يوم 29، هيلعب ب 3 4 3، دي الطريقه المعتاده اللي بيلعب بيها دايما على ملعبه. فبنشوف ان مكوينا او سان داونز يعني ضم عناصر مميزه جدا، لكن للاسف اغلبها هيغيب في مباراه الاهلي بنسبه كبيره. مش موجودين في للاسف ليه؟ لا يعني معانا للاسف ليهم، للاسف ليهم، للاسف ليهم. لان فرقه سان داونز في مباراه ديترو برضه ما بيفوتلكش، ما عنديش حاجه. انا قلت احنا انا بمثل الاهلي وهو بيمثل سان داونز بالنسبه له طبعا، بالنسبه لمكوينا يعني. ان لوكاس روبرتو وشالويلي مش هيبقوا موجودين. أيوة. هو حتى النهارده اتكلم في المؤتمر الصحفي قال لك ان هيغيب عندي، ويعني بدعي ان يكونوا مجهزين لمباراه الاهلي. كانوا اعتقد هيبقوا فارين جدا في مباراه بيترو اتلتيكو، لكن المجمل بالنسبه لي في مباراه بيترو اتلتيكو ان هو قدر يكسب خارج ملعبه. ودي بتضايق حاجه. ماتش سان داونز وبيترو اتلتيكو في لواندا سيناريو مشابه جدا جدا لسيناريو الاهلي وسيمبا. يعني بيترو اتلتيكو الشوط الاول كان اخطر وضيع ركله جزاء وضربه الجزاء نقطه التحول، وضربه الجزاء دي لو كان سجلها اعتقد انه السيناريو المباراه كان مختلف تماما. يعني كان ممكن جدا جدا، واحنا بنتكلم النهارده بنقول اخبار بيترو اتلتيكو ايه اللي هيواجه الاهلي يوم الاحد الجاي في بطوله الافريكان ليج. مظبوط يا احمد، فعلا على فكره هو بيترو اتلتيكو وسيمبا التنزاني وسان داونز الفرق اللي هي بتلعب كره على الارض، الفرق اللي هي الممتعه، لكن هي بتفرق من فريق لفريق الخبرات. طبعا سان داونز عنده خبرات طبعًا. وفريق مرعب اكتر من فريق بيترو اتلتيكو وسيمبا، لكن هم بيعتمدوا برده على الكره الضيقه والمساحات اللي هم بيقدروا يستغلوها، وعندهم لعبه عندها حلول. جابوا لاعب برازيلي الموسم ده من ضمن الترابات لوكاس روبيرو، ده يعني احتمالات يلحق المباراه او لا، مش لكن هيلحق غالبا. احنا بنتكلم لما هنتكلم على الغيابات اللي بقوله انه اغلب اللعيبه دي في برنامج تاهيلي، ما اعتقدش حتى لو بقوا جاهزين بدنيا ولاقين يعني للمشاركه ان هم ممكن يجيبوا حساسيه او الفورمه بتاعتهم قبل ماتش الحد، فبالتالي احتماليه مشاركتهم في ماتش الحد صعبه شويه، لكن ممكن بعض الاسماء تلحق مباراه الاربع في القاهره زي شالويلي مثلا، زي شالويلي بالظبط اصابته في الكاحل فممكن يلحق، وهو بالنسبه له لعيب مهم طبعا ومهم طبعًا. في جنوب اهم مهاجم في طبعا في جنوب في جنوب افريقيا كمان ومنتخب جنوب افريقيا. ف هو شالويلي ناميبي اعتقد ناميبي من ناميبي شالويلي ناميبي فبشوف ان فريق سان داونز يعني هو نفس السياسه ونفس طريقه اللعب، لكن بتغير الافراد، لكن طريقه اللعب ما بتتغيرش، وهم بيلعبوا خارج ملعبهم افضل بكتير داخل ملعبهم. يعني سان داونز من الفرق اللي تتعبك خارج ملعبها، لان انت بتحاول دايما اي فريق بيلعب فرقه سان داونز داخل ملعبه بيهاجم، وهم بيقدروا يستغلوا المساحات، لكن على ملعبهم انا بشوف ان على ملعبهم ممكن تقدر تكسبهم، لان هم دايما بيلعبوا بطريقه لعب جوارديولا، بيخلي دايما الباكات بيخشوا لقلب الملعب وبيهاجم باغلب اللعيبه، وتلاقي دايما في مساحات. افضل نتيجه حققها الاهلي في بريتوريا كانت 1-1 اعتقد، كانت مع فايلر تعادل 1-1 مظبوط. فبيقدروا يهاجموا بشراسه كبيره على ملعبهم، فبيبقى في مساحات ورا الاظهره الباكات. لا بيتهيألي كمان في مره ثانيه مع موسيماني، لا مش فاكر، انا فاكر انه سيد عبد الحفيظ اعتقد ده كان تعادل برضه، كان تعادل وكسبنا هنا في القاهره 3-0 هاتريك خالد بيبي. مش فاكر مين كان المدير الفني في الماتش ده، يعني مش فاكر مين كان هيد كوتش للاهلي ساعتها، كان مانويل جوزيه بطوله افريقيا. بطوله افريقيا فسان داونز عندهم برضو نقط ضعف كبيره جدا، هنتكلم عنها بالتفاصيل طبعا بالحالات، طبعا طبعا في مساحات طبعًا كبيره جدا ورا. لا انا خليني اقول لحضراتكم النهارده الارقام كشفه بشكل كبير جدا لسان داونز، يعني الارقام اللي